بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم ذي الحصان هو كريم رائع لتطويل الشعر. ذي الحصان أو بما يسمى بذنب الخيل أو الكنبات الحقول له عدة أسامي إن شاء الله اللي من الدول الأخرى لما يتعرفوا على العشبة يعطون أساميها الأخرى، ذنب الخيل، ذنب الحصان، أو نبات الحقول يسمى كذلك بنبات الحقول، ذيل الخيل أو أمشوخ أظن، ذيل الحصان الخشن. هذه هي بعض المسميات التي أعرفها. له فوائد عظيمة للشعر، حيث تتركز فيه نسبة كبيرة من معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والكبريت. يوجد فيه كذلك مادة السيليكا أي السيليكون اللي تشكل مادة فعالة ومرطبة للشعر، تشكل فيه نسبة 3%، وفيها 18 مركب من مركبات البيوفلا فونيديت اللي لها دور فعال في الحفاظ على الشعر. يحتوي كذلك على مادة الساليسيليك، ويوجد فيه مادة الإفديرين. تتميز هذه العشبة باحتوائها على فوائد للشعر، إذ أنها تحتوي كما قلت على السيليكون الكبريت بنسبة عالية جدا، تعمل على تحفيز وتنشيط البصيلة أي بصيلة الشعر، وتزيد من قدرتها على النمو السريع وإعطاء شعر هذه الفوائد. تقوي بصيلة الشعر، تمنع تساقط الشعر، تزيد في نمو وكثافة الشعر، تعطي الشعر الصحة واللمعان، وكذلك تسهل تصفيفه وتثبيته. تقي من الصلع، يعني هذا الكريم اللي راح أعمله لكم اليوم كذلك يمكن استخدامه من طرف الرجال، وتجنبهم الإصابة بالصلع، وتساعدهم كذلك في زيادة إنبات شعر الذقن أي اللحية لدى الرجال. يعني قلت وذكرت وأعيد أن أقول أن هذا الكريم كذلك يصلح للرجال. مكوناته عبارة عن، ذكرت لكم الفوائد إن شاء الله تكونوا سمعتوها، المكونات عبارة عن مقدار كف الإيد من عشبة ذنب الخيل، نحتاج لمقدار كف الإيد، كوبين من الماء، ونحتاج كذلك لملعقتين من النشا، ملعقتا طعام كبيرة من النشا، نشا الذرة أو المايزينا أو بما تسمى بالكورن فلاور، نحتاج لاثنين ملاعق طعام كبيرة. ناخذ عشبة ذنب الخيل نغليها كوبين من الماء بعد ما تبرد جيدا، يعني كما تعودنا نعمل الكريمات، نضع اثنين ملاعق طعام كبيرة من النشا ونخلط على البارد. بعد ما نخلط على البارد نتحصل على هذا الكريم، نتحصل على هذا الكريم. ناخذ كذلك أوراق الصبار، ناخذ ورقتين من أوراق الصبار الطبيعي. إذا كان غير متوفر عندك الصبار الطبيعي يمكن إنك تعوضيه بالصبار المتواجد، يعني الجاهز عند الصيدلية. قلت إذا كان غير متوفر عندك الصبار الطبيعي يمكن إنك تعوضيه بالصبار المتواجد عند الصيدلية. ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند، ناخذ ملعقتي الصبار بعد ما ناخذ الصبار الطبيعي، هذا صبار طبيعي، نضيفه على الكريم بعد ما يبرد بهذا الشكل، ونضيف ملعقة طعام كبيرة من
زيت جوز الهند. زيت جوز الهند الأصلي هو اللي يجمد بهذا الشكل. إذا كان يجمد معك بهذا الشكل اعرفي إنه جوز هند أصلي. نخلط المكونات مع بعض بهذا الشكل. بهذا الشكل أو يستحسن أن نأخذ الخلاط الكهربائي ونخلط. ونتحصل على هذا الكريم. قلت كريم ذيل الحصان رائع جدا لتطويل الشعر. ناخذ هذا الكريم نوزعه على كامل الشعر الفروة والأطراف ونقوم بعملية تدليك لفروة الشعر. ثم تغطي شعرك بواسطة بوني الشعر أو بواسطة النايلون الغذائي. يترك لمدة ساعتين على الشعر ثم تغسليه بالشامبو المخصص لك أو بواسطة الشامبو الذي سبق وأعطيته لكم، يعني الشامبو اللي أضفت عليه وماء الورد، يعني حتى تكون النتيجة سريعة. يمكنك أن تستخدمي هذا الكريم مرتين في الأسبوع، كما يمكن الاحتفاظ بباقي الكريم في الثلاجة واستخدامه بكل أمان. قلت هذا الكريم يصلح للبنات الصغار كما يصلح للرجال كذلك، للوقاية من الصلع ولإنبات اللحية. بالأخير أتمنى أن يكون فيديو اليوم عجبكم وهو حصري لقناتي. أترككم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك لدعمي على الاستمرار وإعطاء كل ما هو جديد ومفيد. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لكي تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.